بأدوات بسيطة وخيال واسع، جسد أنس وهب ابن 13 عاما من قرية العانات في محافظة السويداء أكثر من 100 منحوتة متناهية الصغر على رؤوس أقلام الرصاص، محققا جوائز مهمة على مستوى سوريا. أنس طالب موهوب ومميز، من خلال جولات على المدارس لانتقاء طلاب موهوبين لاستقطابهم لهي الصالة تعرفت على أنس ووجدت عنده موهبة جدا مميزة اللي هي النحت على رؤوس أقلام الرصاص. العمل دقيق جدا وبحاجة لعين ثاقبة ودقيقة مثل العين اللي بيملكها أنس. حصل على عدة جوائز وآخر جائزة حصل عليها هي جائزة النحت بمهرجان ومديرية المسارح والأنشطة الفنية. مجسمات صغيرة بالغة الدقة والجمال تنوعت بين حفر أسماء معينة ومعالم مهمة كالسيف الدمشقي وأشكال متنوعة، لم يستغرق إنجاز بعضها أكثر من 10 دقائق. موهبته التي جاءت نتيجة تأثره بوالده الذي كان يعمل بالنحت والزخرفة على الرخام والحجارة والزجاج، تم صقلها على أيدي مدربه في مركز الفنون التابع لدائرة المسرح المدرسي. موهبتي النحت على رؤوس أقلام الرصاص، الشغلة بدها دقة كثير لأنه مش كل منحوتي نفس الثاني، كل منحوتي بدها الوقت اللي هي بدها إياه، وكل منحوتي بدها الدقة والتعب الخاص فيها. المنحوتات بدها دقة كثير ووقت طويل وتعب جهد كبير. أصير دكتور جراح أجمع بين العلم والموهبة، من جهة إنه هاي الموهبة بدها دقة كثير وشغل. نفس الشيء طبيب جراح بدها دقة والعلم، بس أضيف للموهبة العلم بقدر أنه أوصل اللي بدي إياه. موهبة النحت التي يقضي فيها أوقاتا طويلة، يعمل بهدوء ودقة وإتقان، يرى فيها النموذج السوري طريقا لتحقيق طموحه الأكبر بأن يصبح طبيبا جراحا يرفع اسم بلاده عاليا ويحقق رغبة والده الشهيد. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.